ممكن لو سمحت بس تجيب لي الكرسي بس هنا على العربيه، لو سمحت تنقل لي الكرسي هنا على العربيه. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربية. بتشيل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربية. مين اللي اذنك تشيل حاجتي؟ واحدة ست كانت واقفة هنا دلوقتي. فين هي دي؟ معرفش، كانت واقفة جنب العربية دلوقتي. كانت واقفة فين؟ عند العربية هنا دلوقتي. وازاي انت تسمح لنفسك تشيل حاجتي كده من غير اذني؟ حاجتك مين يا ماما؟ انا يا دودة. انا كان في واحده واقفه هنا دلوقتي وبتقول لي لو سمحت شيل الكرسي، بس ايدك معايا تشيل الكرسي وحطه على العربيه. واحده عرفتك كده؟ اه. انت دلوقتي في ايدك تهمه. انت سارق الجيل بتاعي. ادي اهو. ايه ده؟ اعمل له ايه يعني؟ مش فاهمه في ايه. انت ببساطه كده تاخد الحاجه بتاعت الناس؟ انا ما خدتش حاجه حد، انا معدي كده اهو. واحده قالت لي لو سمحت. انت ايه؟ معدي كده. ايه ايه ده؟ مش سامعاك. انا معدي كده اهو. واحده قالت لي لو سمحت حط الكرسي على، تعالى حط الكرسي على العربيه. ممكن تعالي صوتك عشان انا ودني الشمال دي فيها طحلب. انا معدي من شويه. ايوه. واحده قالت لي لو سمحت. ايوه. تعالى احط نقول الكرسي ده نحطه على العربيه. هي ايه اللي قالت لي كده؟ اوعى اوعى يا ست انت. اوعى الحقني يا جدعتي. الولد ده بياخد الحجاب بتاعي وبيحطه على العربيه. انا دلوقتي واحده معديه من هنا اهوت، معدي انا من هنا اهو، وقالت لي لو سمحت احط الكرسي على العربيه هنا. ركز معاه وهو بيحكي كل كلمه عشان تعرف ايه اللي حصل. أوه. انا معدي واحد. ركز معايا بقولك يا ست، لو سمحت خلينا اتكلم معاه. تبقى واضحه وتبقى فاهم انت، ما تبقاش واقف كده بس. انا واحد، انا وانا معدي دلوقتي، واحده قالت لي لو سمحت شيل الكرسي، تعالى انا اقول الكرسي وحطه على العربيه. يا خلي بالك من كلامي كله، مش عايزه كلمه تفوت. قالت لي احط الكرسي على العربيه. كابتن انت عاوز، انت مش خلينا نتكلم يعني ولا ايه؟ عايز ايه؟ ما تخلينا نتكلم معاه. مش سامعاك. خلينا نتكلم معاه. مش سامع يا حبيبي. هو عاوز يفهم فيه ايه يعني؟ لما تحكي احكي له بالظبط. عايزك تحكي له بالظبط. طب لو سمحت استني عشان انا احكي له بالظبط. وانت ركز يا كابتن، ركز في الحكايه بالظبط. اتفضل. انا جاي معدي كابتن. ما تعملش كده وانت مش فاهم. وبعدين بقى في يومك الله بيضاوع. كل كلمة تسمعها تفهمها. انت هتخلينا اتكلم ولا اخد بعض وامشي؟ تمشي فين؟ همشي. وبسهولة كده هتلخبط وتمشي؟ طب لو سمحت خلينا اتكلم معاه. لو مين؟ لو سمحتي خلينا اتكلم معاه. اتفضل حضرتك، اهلا وسهلا. انا معدي من شويه كده اهوت. واحده قالت لي لو سمحت. علي صوتك عشان اسمعك. واحده قالت لي لو سمحت تعالى. انا عايز اسمعك انا كمان. انت بتقول ايه؟ هو انا اكلمك ولا اكلمه هو؟ بس برضه انا اسمع، انا عايز اسمع. اما انت سمعتي. الله يرحمك يا جوزك، الله يرحمك يا حبيبي. مش عارف انت بتعيطي ليه يعني؟ ليا ذكريات على كل كرسي من دول. انا جوزي كان يقعد على الكرسي ده ساعه العصاري ويقول لي اعملي لي كوبايه ليمونات، اعملي كوبايه ليمونات بيني اشربها، وروح ضربني بكوبايه في وشي. كان يعزني معزه، كان يحبني حب. هو كده كان بيعزك يعني؟ نعم. كان بيعزك يعني؟ ايوه. عايزك تحكي الصدق بالحرف الواحد. طب ما انا حكيته وهو سمعه. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي انا معدي من شويه. أيوه. واحده ست شاورت لي. كابتن هتركز ولا ايه؟ ايوه. انت مش مركز؟ هو مركز. اتفضل. طب لو سمحت اتكلم معاه. اتفضل. انا جاي معدي. اخ يا ست انت خنقتيني. من ايه؟ انت خنقتيني. انت بتغلط فيا ليه يا ابني؟ انا هغلط فيك ايه؟ ما انت هتلبسيني جريمه على الصبح ولا ايه؟ انت عارف الكرسي ده اللي كان بيقعد عليه؟ محروق ابو الكرسي واللي جاب الكرسي يا شيخه. مين اللي اتحرق؟ اليوم الاسود اللي عدينا لك فيه في الشارع. ايه يا عمي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه فؤاد؟ هتعزلي ليه؟ اعزل؟ الله. انا اقدر اسيب البيت اللي فيه ذكرياتي. انا شايفك بعيني وانت بتلم العفش وتحط على العربيه. يعني هتقول لي شايفك بعينك اخرم لك عينك دي يا اخي ولا ايه؟ انا شايفك برضه وانت بتشيل الكرسي. يا ست انت ست كبيره وانا مش عارف اعمل معاكي حاجه. انتوا امع الصبح. اه يا عم انت اهو. يا غالي. ايه ده؟ يا غالي. ايه يا عم الحاج ده؟ يا صباح. يا عم الحاج. عايز ملوخيه بطشه تسلم ايدي. يا عم الحاج. ايوه. ايه اللي معادك كده؟ ايه ده؟ ايه اللي معادك هنا؟ انا ايه اللي معادني هنا؟ اه. قاعد يعني ايه فيه ايه؟ قاعد ازاي يعني؟ مين اللي قاعد، مين اللي قال لك اقعد هنا يعني؟ انا جيت قعدت فيه ايه؟ جيت كده منك نفسك قعدت؟ ايوه جيت قعدت فيه ايه؟ قعدت ايه يعني؟ انا قعدت زي ما انت شايف، كنست الحته وضبطها وفرشت الارضيه
ومرتي بتعمل ملوخيه. تفضل. مين قال لك يعني اقعد؟ مين قال لك اقعد هنا؟ استاذنت مين على الحاجه دي؟ مين قال لك اقعد هنا؟ مين فين استاذنت مين عشان تيجي ليه يعني؟ ليه يعني حضرتك استاذن مين؟ يعني انت تيجي تفرش في حته كده، تفرش تحت الشباك كده وتقعد. افرش؟ انا فرشت قبل كده في حته وطردونا. طردوك يعني؟ طردوك عشان خدمه انت فرشت قدامهم. طردوك تيجي عندنا احنا؟ عندكم فين؟ قدام شقتنا. شقتكم دي فين؟ اهي دي شقتكم. اه شقتنا. طيب ده احنا كده جيران. جيران ايه يعني؟ الجيران فوق، الجيران قصد مننا، تبقى دي اسمها جيران. في صحبات شقه تستاذن منهم اللي بتقعد عيلتك ديت. حضرتك لاقي الشقه مقفوله عادي جدا. مقفوله زي اللي جايب الشغل ما نقفلها يعني؟ عشان مقفوله تيجي تسمكر قدامها وتقعد وخلاص؟ يا عم الحكايه مش كده خالص، انتوا فاهمين غلط. انا بقول لكم بالاخر كلمتين. اخر ايه واللي انت عامله دي؟ وبتخرط ملوخيه وانت عامل لي ايه؟ والبلكونه ايه ده اللي انت عامله ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا عم اللي عامله ده؟ ايه ده؟ انت عاملها مطبخ؟ ما انت عاملها لي مطبخ. مطبخ ايه ده؟ انا عمال اتكلم معاك بالذوق ومفيش فايده. وقول راي كبير وهيفهم. انت راجل عبيط ولا ايه؟ انت ليه بتعمل كده ليه؟ بعمل شقات اللي انت مالكش قدامها دي وعاملين لي بلكونه مطبخ. النهارده 15/9 ماشي، هقعد ل30/9. 15 يوم نصطبح بيك كل يوم كده في وجع القلب ده؟ لا حضرتك فهمت غلط. لغايه فهمني انت الصح. لغايه 30/9/2005. 2005؟ انت راجل، انت فرستني، انت هتموتني على البطيء. انتوا عينيكوا فاهمه وبتتوه الموضوع. يا عم احنا عايزين نخلص الموضوع الازرق. انت تلم انا حاجة. مش عايز اعمل حاجه تزعل مني فيها. دلوقتي العيال نايمين، ما اقدرش اجاوبهم دلوقتي. اقومهم لك انا يعني؟ لا يبقى هتزعجهم يقوموا مخضوضين. لا مش هيقوم مخضوضين على خاطر. انا خلاص فاضل لي ربع واحد وخلاص. بص هتشتغل انت رجوله رجوله. يا عم الرجوله سبتها ليك. وانا محترمك. وانا مش عايز احترمك. انت راجل بارد بقى، اتخلقتني. تعالى يا بشر. عايزك يا بنتي. بشرى. الحمد لله على السلامة. بنتي. يا مرحب. قال لك بتجوزها ابنك وتختار له؟ أيوه. اختار لبنتك. يعني ايه يعني؟ نفهم ايه يعني من كلامك ده يعني؟ انت ابن بلد وفاه. يعني انا مش ابن بلد. يعني قصدك انك تناسبنا يعني؟ وايه اللي يجري؟ انا بشتري للدين. احنا ما بننسبش حد غريب يا عم، اهالينا بصعيده بمعنى صح ويموتونا لو عملنا الحركة بتاعتك دي. ما احنا مش صعيد. يا عم مش عايزين نعرفك انت يا عم. ما نعرفكش. احنا بس هنشم ريحة الطشة اللي بتاعتك. يا عم انا لا عايز اشمش ريحة طشة ولا ريحة بتنجان. احنا بناكل كشري، بطلنا اكل الملوخية سيبالي. طيب دوق الكشري من يد صباح. يا صادق يا عم. صباح ايه يا عم؟ دوق الكشري صباح. احنا مالنا امال صباح؟ تعمل لنا كشري النهاردة؟ تعمل ايه يا عم؟ انت هتقعدوا النهاردة؟ عايزين شوية كزبرة. انت هتلم حاجاتكوا دلوقتي. عايز ايه؟ حب الكزبرة نشفيه. كزبرة سودا على دماغي. الكزبرة ايه اللي بتتكلمي عليها انت دي؟ بتشتم الست ليه عيل؟ الست ايه دي يا عم؟ ده عربيه كشري. انا هعمل دروة هنا كده. ايوه واقفل الحته دي خالص. أيوة. ونداره علينا احنا ونجيب قراجوز بقى ونشغله من فوق البلكونه. انا شعرفني دلوق ان الشقه دي بتاعتكم. وانا عرفتها ليه؟ انت هتمشي؟ اعمل ايه؟ هتمشي من قدام الشقه يعني؟ افكر. تفكر ايه؟ هو انت بتفكر في ايه؟ انت كده كده هتمشي. لو انت قلت لي ان الشقه دي بتاعتك واثبتت لي كده انا هتصرف. حاضر. انا يعني اثبت لك الشقه دي بتاعتنا يعني؟ ايوه انا وهتمشي. ايوه همشي. لو ما مشيتش من هنا انت عارف هعمل بص هطلع لك كل ده في الشارع. خلاص اتفقنا. اتفضل. طلعت للشقه شقتنا؟ هو انت عشان دخلت جواها تبقى بتاعتك؟ يا عم اوعى لو قلت لك الاشكال دي اعرفها من الاول يا عم. يا خبر ابيض. بوسي ماما اهلا. وبوسي بابا عف التاح. سكر. مصوراتي اهو كمان. هيصوركم في التراتير. هابي بيرثدي تو يو. كانوا هنا راحوا فين؟ راحوا فين؟ لا مش هم اللي هناك دول. فرصة جميلة وعيد ميلاد طيب. وانت طيب. طيب شيك. ايه ده؟ لا ده مش بتاعك. لا حضرتك ترابيزتك. اتفضل. ترابيزة ايه؟ شايف ده مكتوب كام؟ ايوه 850. مظبوط يا فندم. هنوخد 2 فراولة. الزينة وحجز المكان والطرط والسيرفيس. زينة دي ايه؟ زينة دي ده عيد الميلاد. ميلاد ايه؟ عيد ميلاد البنت. عيد الميلاد ده اساسا مش بتاعنا. انا مش بألف ولا بقى. انا اللي انا اديتك الاوردر. حضرتك اللي ساعه فتاح. ايوه يا سيدي الاستاذ زفت. الست الكبيره قالت لي ابني عبد الفتاح هيدفع حسابي. هي قالت لك؟ نفترض ان انت سالم. ماشي انا اديتك اوردر.
انت لبسي طرطور وهو لبس طرطور، انت غنيتي هو طب طرطور ايه؟ طرطور ايه ابو 850 جنيه؟ في ايه يا ستي؟ ما تخلينيش اغلط فيك. انت تغلطي فيا ليه؟ ايوه عشان انت بني ادم مش محترم. من الاخر كده احنا هنا شربنا زفت، استغفر الله العظيم، اتنين فراولة مش هديك اكتر منهم، والتبسي بتاعك طيب واستقصفيك التبسي كمان. عيد ميلاد بنتك حضرتك ويا ابني بنتي تاني، وده اللي حصل. وانت شايف سني ده يجيب دي؟ شايف سني ده يجيب دي؟ انا شرفني حضرتك، مش عارف اخدك مستشفى اكشف عليك. انا مال انا وانت ما عندكش بتاع هتتهزق. انت عارف يعني؟ بعد اذن حضرتك اتفضل، خلي المدام ما تكلمنيش. طب استني دي واحده. لا اكلمه اضربه بالجزمه. قالت لابس تضربي مين؟ خلاص 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 مش عايزين، خلاص بقى مش عايزين كده. انتوا تضربوا كده لبسها لك في وشك اللي انت بتقول عليها دي. بس مش عايزين بقى ده عيب. لا اقعدي اقعدي مش عايزين حضرتك كده. بس اقعدي بس مش عيب عشان انت ادب، وده مش اسلوب تعامل. وحضرتك طب وريني، طب وريني الورق، طب اشوف. بقول لك ايه؟ 50 جنيه حضرتك اللي انت عايز تعمله اعمله. مش حضرتك لما غنيت غنيت ابو الفساد ولا لا؟ غنينا ابو الفساد حضرتك وشلت البنت وبصدها بالمناسبه. انت تشبه ابو الفساد. متشكر جدا. القرف اللي انت فيه ده. ايوه قرف وزفت كمان اللي بتعمله حضرتك. ايوه بشتمك. بتشتميني ليه يا حضرتك؟ عشان انت متخلف. وابو الفساد فعلا يا اخي. انا بتقول ابو الفساد؟ ايوه ابو الفساد. انت غلطتك ان انت قلت يلا حيا بلا حيا ابو الفساد.